مرة أتامي أي واحد بعد يوم كاد متعب لم أظفر بأحد، ظفرت بشخص دخل معي المسجد. لما دخلنا المسجد تفطن بقية رواد المسجد من قدماء المصلين الذين تجاوزوا 60، لأن هذا الذي دخل دخلت معه رائحة، تبين رائحة الخمرة التي لم أشتمها في الخارج، تبين أنه مخمور. فكانت النتيجة المباشرة أن كل أحذية المسجد نزلت على ظهري وظهره، وكنت أحوطه بعناية خاصة حتى لا يضرب، لأني أنا المسؤول، خطأ وخطأي. إلى أن تفطن الشيخ إمام المسجد، قال خلوا ابني عبد الفتاح ولدي، خلوه. قالوا دخل سكران. جاء اشتب قال يدي عملت كيف ايش دخل سكران؟ يا عمي ما فقتني، أنا فرحان، أنا سكران بأني أتيت بشخص إلى المسجد. قالوا يا ابني غادر المسجد وبكرة تروح الحمام وتأتينا. قال أبدا مانيش خارج يا عمي، أخرج مش خارج. قامت صلاة المغرب، وضعناه بالصف الأول وابتعد عنه أول مصل مسافة متر متر ونصف، وصلينا. حينما أطلقنا السلام وجدنا أن الرجل ساجد، قلت ما يعرفش، فرحت أمسه فإذا بي قد فارق الحياة. عليه مات، مات يا أستاذ. فأنا جننت، نقول للشيخ، نقول له يا عمي، يا عم صالح، أنا كم سنة وأنا أصلي أريد أن أدخل الجنة، وهذا دخل سكران مات في السجود. قال لي هذه إرادة الله، وهذه كانت عبرة بأننا قادرون على أن نربط علاقة الناس بالله تعالى، حتى ولو كان مظهرهم لا يعجبنا أو مسارهم لا يعجبنا، لأن إرادة الله تعالى أن ينقذ من شاء من خلقه ولو بعد زمن طويل من الضياع. وهذه جعلتني أحب عمل التبليغ، لأنه فتح أمامي آفاق، القدرة على مخاطبة الناس، الثقة في الناس، محبة الناس ولو كانوا مخطئين. وأعتقد أن في خطائهم عبرة لنا حتى لا نكون نحن في خطأ.